كما كنا رجعنا على ديبا اليوم، الموضوع القضاء، موضوع المجلس الاعلى للقضاء، السؤال المطروح، حل المجلس الاعلى للقضاء، هل هو ضرب للسلطه القضائيه ام فرصه للاصلاح؟ كنا نسمع. ومازال معنا في المباشر سيد انس الحميدي، رئيس جمعيه القضاة التونسيين. جد لك تحيه، مرحبا بك سيد انس. اهلا وسهلا اخي. مرحبا. حاضر معنا في الاستوديو الاستاذ طارق حركاتي، رئيس جمعيه القضاة الشبان. جد لك تحيه، مرحبا. قلت قضاة محامين، قلت قضاة محامين الشبان. لا لا بطبيعه، لا هذا يضر لي التونس الكل اللي يسمع فينا بالصباح فاهمينها. سيد احمد ادريس، مرحبا. باش نرجع معك انت سيد احمد، بعد نعاود نرجع مع سي ان اس وسي حركاتي. سيد احمد، اليوم سؤال يظهر حتى في حتى المستمعين، قالوا دوك اليوم باش تولي عركه بين محامين وقضاة. هي ظاهرة ان هي عركه، ما عركه بالوكاله الحقيقه، ماهيش عركه بين المحامين والقضاة، عركه بالوكاله، لانه اليوم ثم اراده سياسيه عليا لتغيير بين ظفرين، السلطة القضائية وهيكلتها، وربما كذلك إرادة في وضع اليد عليها وإن كان في بشكل إصلاحي. وللعركة هذه يحتاج توضيح تقني بسيط جدا للي تبعوا فينا في الفيديو لايف ديما وقت الأخبار. دونك قاسينا فما لايف جديد بداك، وكو عباد يقول لك شبيهم ولا وين مشى، ولا اللي تبعوا في اللايف توا مازال إلى تي غولونسي باش خاطر فما تعليقات كتبت غادي، وفما ديبا زاد غاديك في لي كومونتير معناتها. دونك فما فيديو أخرى لايف ديما نقص وقت الأخبار والرياضة. تفضل. إذا قلت هي عركة بالوكالة، لأنه ثم رأس السلطة التنفيذية اللي عنده الإرادة اليوم السياسية العليا في التغيير، وثم الهياكل المرتبطة بالقطاع القضائي اللي جزء منها داعم لفكرة التغيير الآن وبمرسوم من رئيس الجمهورية، وجزء آخر اللي هو رافض للمسألة هذه. فبالتالي طبيعي جدا أنه مش نلقاو هالصراع هذا ما بين شكون يحب اليوم يبدل وشكون يحب يخلي التبديل الغدوة. ولكن الملاحظ كذلك بأنه هالعركة هذه باش يكون عندها نفس الانعكاسات على المواطن وعلى نفسية المواطن كما العركة اللي كانت في مجلس النواب، اللي وصلت أنه المواطن ما عادش عنده ثقة في المشرع وكره السياسيين وكره الأحزاب. فاليوم بهالشكل هذايا وبطريقة العركة هذه قد تؤدي إلى نفس النتيجة، وأن يكون المواطن كذلك يقول أي الناس كل شكارة والبحر، وما عادش يفرز ما بين الغث والسمين، ما عادش يفرز ما بين الصالح والطالح، وما عادش يخلي حتى إمكانية حتى حد آخر باش يفرز. لأنه إذا كان الناس كل بتحطهم في كل في نفس الشكارة، إذا شكون باش يقوم بهالمهمة النبيلة هذه اللي هي الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم؟ القاضي هو ضامن للدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم، والمحامي كذلك يلعب دور في الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم. إذا كان لم يكن هنالك تكامل بين القاضي والمحامي وأجزاء أخرى كذلك، فما تنجمش تحصل الهدف السامي من تطبيق العدالة اللي هو حماية حقوق الناس وحرياتهم. اليوم العركة هذه فيها صحيح انه اطراف تتموقع، اطراف تقول لي انت شنو هي الاطراف قبيله العركة كلها كانت على اطراف. لا انا قلت انه الناس اللي هي عندها علاقة بالقضاء هي اليوم عندها مصلحة انها تغير ولا ما تغيرش، سواء كانوا محامين ولا قضاة ولا عدول والا حتى خبراء، والا الناس كلها عندها مصلحة باش تشوف تتغير ولا ما تغيرش. ولكن انك انت تدعم الفكرة انك تغير اليوم يصبح فيها تموقع، والتموقع هذا ما تنجمش توصفه بوصف اخر غير انه تموقع سياسي. لانه ايش معنى تموقع سياسي؟ معناها ثم اراده سياسيه اليوم باش تتغير، تدعمها ولا ما تدعمهاش؟ كان دعمتها فانت في التموقع السياسي مع دعم اراده التغيير اليوم، وكان انت ضدها معناها انت ماكش رافضها 100% ولكن انك تاجلها الى ان تصبح الظروف عاديه وغير استثنائيه. فلو كان الاطراف الكل تفهم اليوم بانه تحب تبعد على العركه هذه اللي ظاهره قدام الناس، ما تتموقعش سياسيا. ما تتموقعش سياسيا، لانه من مصلحه الناس كل اليوم انه القضاء يتصلح. وقلت لك انا من الاول انه الناس كل طرحه فكره اصلاح القضاء، سواء كانوا قضاة ولا محامين ولا غيرهم من الـ من الـ من الخبراء. ولكن اللحظه هذه هي اللي خطا. اللحظه خطا علاش؟ البعض يراها انها فرصه اليوم باش ننقذوا على القطاع، ثم فرصه الانقذاض على القطاع، سواء كان من راس السلطه السياسيه او من يدعم فكره رئيس السلطة السياسية بأنه كيف ينقض معاه على القضاء اليوم.
فالخوف من أنه الانقضاض على القضاء يقطع في المستقبل مع أي إمكانية أنك تصلح، لأنه من يضع يده بالقوة على القضاء سوف يضع فكرته هو فقط، ولن يعمل على أسلحه بل سوف يعمل على جعله تابعا له مهما عمل، يعني مهما كانت إرادته. فالأحسن والأفضل أنه كل الأطراف تجلس مع بعضها اليوم وتتفق إلى تأجيل مسألة الخوض في إعادة هيكلة مجلس أعلى القضاء إلى حين ترجع الأمور إلى نصابها. إذا كان ثم خطر داهم، والخطر الداهم إذا تحدد ملامحه من البداية، أعتقد بأنه لم يكن في إطار الخطر الداهم المساس بالمجلس أعلى القضاء في البداية على الأقل 6 أشهر التالي، إحنا نحكيه على 6 أشهر التالي. فإذا كان ينتهي مرحلة الخطر الداهم وتنتهي الحالة الاستثنائية وتجلس الناس كل بطريقة عادية وترجع المؤسسات تعمل بطريقة عادية، وقت حتى الهيكل الممثلة يأمل للقضاء وإلا للمحامين ما نجموش يكونوا مقصين وما نجموش يقصوا بعضهم، لأنه اليوم الاستقواء بصاحب السلطة السياسية سوف حتما يقصي جزء من الـ من الـ من الهيكل. فالغاية أنه ما نوصلش هذايا، الغاية أنه نوصل إلى الناس كل تقعد مع بعضها في إطار إصلاح القضاء، ولكن مش الآن، مرة أخرى في الظروف العادية. خلنا نقترح عليكم نسمع العميد بودربيلة، كان ضيفنا البارح ما بين الضيوف، نسمع جزء من تصريح متاعه ثم نرجع للكلمة مع سناس حمالي معنا في المباشر، ثم وني الأستاذ طارق حركاتي، نسمع العميد المحامين وراجعين. بالنسبة لموقفنا احنا كمجلس هيئة الوطنية المحامين، قلنا تركيبة مثل على القضاء يعني يتعين تغييرها، وهذا منذ أشهر كنا قلناه في وسائل الإعلام أو في مجلس النواب بعد دعوتي صحبة أعضاء مجلس الهيئة بينا موقفنا. نعطيك بالنسبة لتمثيلية المحامين في مجلس على القضاء، ثم 8 محامين في مجلس على القضاء يقع انتخابهم مباشرة ولا علاقة لهم بهياكل المهنة، ثم أنهم يعني هم عندهم حاملي أفكار، نحترم أفكارهم، ولكن لا لهم علاقة بالمحامين، مجموعة المحامين لا يعني مهنة المحاماة لا تحاسبهم على مواقفهم وعلى رؤاهم وما إلى ذلك، بينما هيكل المهنة المنتخبة تقع محاسبتها في الجلسة العامة الاعتيادية وفي الجلسة العامة الخارقة للعادة، وهي التي تعطي صورة لرأي العام المهني للمحامين. واضح سيناس أحمد، هذه هي بالأساس الفكرة اللي أحب يعبر عليها بارح، حتى كنت أنا رجعت وسألت وقلت شو معناه ما تحبوا أنتم عماد المحامين أوتوماتيك ما اللي تكونوا في الوضحة، وحتى هوني ستار وعلى فكرة بالله ملاحظة شدوه العميد رام زالوا شهرين وماشي على روحه، معناه كان جاي خامم بشيت موقع مش اليوم يتموقع، معناه ما يشملوش هذا واضح. سيناس خرج على روحه سيناس أحمد، خلنا نسمع التفاهم، هذه الفكرة ما اللي حب يعبر عليها البارح عميد المحامين. والله أنا نحب نوجه شكري الكبير للأستاذ أحمد الريف، لأنه الحديث بهدوء والحديث برصانة وتشخيص الواقع كيف ما هو راوي يوضح لك الطريق، وأنا ما سبقليش أني تقابلت مع الأستاذ أحمد الريف، ولكن من خلال الحديث هذا معناها واضحة الفكرة. نحن الآن في فترة استثنائية، فترة استثنائية فيها كثير من التشنج وفيها سلطة واحدة هي التي تقرر، كما قال الأستاذ معناها من يقرر سيفرض وجهة نظره ورؤيته على الجميع. احنا اليوم في غياب محكمة دستورية، في غياب هيئة وقتية المراقبة الدستورية مشاريع القوانين، التشريع بيد رئيس الجمهورية، حتى رقابة المحكمة الإدارية مفقودة. الآلية الوحيدة الضامنة لهذه لعدم الاستفراد هو التشاركية، تشارك جميع الأطراف، جميع الأطراف المدخلة في أي شأن من يهم التونسي، خاصة في المسائل الأصلية. الرئيس الجمهورية مغلق هذا الباب، باب التشاركية هذا مغلق، بتلك هذه الوضعية محفوفة بمخاطر جمع، وبالتالي يبد أن تتقيد فيها ونتقيد فيها ب ما هو مرتبط بالخطر الداهم وما هو مرتبط بالعودة السير العادي لدواليب الدولة. والقضاء لم يكن في خطاب رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية ولا في الأمر الرئاسي 117 في سبتمبر، ولا وجود لأي خطر داهم من القضاء. القضاء ما يحتاجه القضاء هو إصلاح، ولكن هذا الإصلاح هذا يلزم يكون في الأوضاع المستقرة، في الأوضاع العادية وفي وجود مؤسسات الدولة، ويستمد عناصر الإصلاح نتاعه من حوار وطني شامل يشمل كل الأطراف المدخل
في المنظومة القضائية والمختصين في القانون والمتعاطين مع المحاكم بصفة يومية. الآن ما نشاهده الآن من اصطفاف وراء رئيس الجمهورية بشكل مباشر أو غير مباشر، إما لتصفيد حسابات أو لفائدة معناها قضايا معينة في المحاكم أو لضرب خصوم سياسي، هذه راه لن ينفع التونسيات والتونسيين ولن ينفع النظام الديمقراطي. ما حصل الآن حصلت نوع من الفرز الحقيقي، حقيقة هناك فرز حقيقي بين من يعلي المصلحة الوطنية ومصلحة القضاء ويؤمن بمبدأ استقلال القضاء، مش على مستوى النظري، لا على المستوى النظري والواقعي والفعلي، ويجسد ذلك في أرض الواقع، وإحنا جمعية قضاة التونسيين نتشرف بأننا نحمل هذا اللواء، وبين من يريد أن يتموقع في المشهد الجديد، من يريد أن يحصل مكاسب سياسية أو أنه يصفي خصوم سياسيين أو أنه معناها يفرض أجندة في هذه الأوقات. وهذه مش أول مرة، لأنه في الفترة الانتقالية الأولى بعد سقوط بن علي شاهدنا بالمراسيم هذا الفرز، كذلك من أراد أن يتموقع ويستغل مسألة المراسيم لتحقيق مكاسب. احنا في جمعية قضاة التونسيين اخترنا أن نذهب إلى السلطة التأسيسية وأنه نبني مسائل جوهرية في علاقة وارتباط وثيق بالنظام الديمقراطي وبالقضاء المستقل الذي يدوم وده يتحقق من خلال واضح الوقت يجري باب السلطة القضائية في القضاء، باب السلطة القضائية في الدستور. وبالتالي أعتقد أنه احنا توجهنا يوم أمس توجهنا لرئيس الجمهورية وقلنا له أنه يتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء، لأن الحل ليس في حل المجلس الأعلى للقضاء. وأنا تعقيب على ما قاله السيد العميد، أنا متبع في تصريحات السيد العميد لا يتحدث على أي شيء ما عدا التركيب، التركيبة فقط، لا بد من أن التركيبة تتغير في حين أن المهام الموكولة للمجلس الأعلى للقضاء راهي أكبر بكثير من التركيبة. وكنت أود أن نشاهد تدعيم لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، إشرافه على الانتداب وإشرافه على التكوين سيانس لازم نسمعه وعلى المنظومة القضائية من بدايتها إلى مقبلك حضرت فعله معك. واضح سيانس أحمدي، خل نسمع منك أستاذ طارق حركات في نذكر مستمعين من رئيس جمعية المحامين الشباب. أراو الإكستري اللي قدمته هذا جوزيف إكستري، قلنا جوزيف إكستري وسمعناه وهو بيدو سامعه، ولكن كالعادة ماشيين في سياسة مغالطة الرأي العام والتلبيس على الناس. سيد العميد تحدث عن فشل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بالتركيبة الحالية، واحنا تحدثنا زادة حتى على الانتخابات اللي هي نعتبروها طريقة الانتخاب في المجلس الأعلى للقضاء غير دستورية وغير قانونية في بعض المسائل، خاصة فيما يتعلق بحرية الانتخاب. تحب نفصلوها تنفصلوها. وعنا مسألة أخرى اللي الحقيقة يلزم نحكيه فيها، هي المجلس الأعلى للقضاء. البارح كنت ضيف في شمس فام، وجاء معنا حاكم تحقيق بياريانا، آخر حاكم تحقيق تعاهد بملف اغتيال الشهيدين شكري بالعيد والحاج البران. تعرف شو قال؟ هكا موجود نجم تطلعوا عليه. قال راه نقلوني وأنا ما في باليش. هذا المجلس الأعلى للقضاء اللي يحب سيانس يزيد يعزز له صلاحياته، قال لك نقلوني وأنا ما في باليش. هو قال راه قال معناها وتونس كاملة سمعته. خلينا نقول لك حاجة، القرار اللي يحكي عليه متاع رفع الحصانة على بشير العكرمي ألغي، المحكمة الإدارية كسرته. علاش؟ لأنه شابه بعض الإخلالات الشكلية اللي طالب سنة أولى حقوق ما يرتكبهاش، ارتكبوها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معناه أعلى رتب متاع قضاء متاع قضاة، والأخطاء كانت متعمدة، لأنه إذا ما تكونش بالشكل هذيك معناه أتعس وأتعس، كانت متعمدة لي أولا لي الحد من منسوب الغضب، لأنه البشير العكرمي شخصية خلافية وارتكب عديد الجرائم بمناسبة اطلاعه بمهمة وكالة الجمهورية بمحكمة الحاضرة. الطيب راشد كيف وهما معناها اختصاصهم جمعية القضاة الطيب راشد دون البشير العكرمي هذه معروفة، بالتالي يعرفوا أنه الناس هذه أجرمت في حق تونس وفي حق القضاء التونسي. ولكن للأسف الشديد نشوف التعاطي متاع المجلس الأعلى للقضاء. وين المجلس الأعلى للقضاء؟ في إضراب 8 أسابيع تقريبا 7 أسابيع
ونايف قريب شهرين اضراب عشوائي وينهم وين المعطيات على مسؤوليتك لا صار لا يسمع فيا لا صار عم ناول نوفمبر وديسمبر على اشخاص سميتها وكل معنى لا هم يقولوه هم يقولوه هم ولكن اختصاص الجمعية قلت لك مركزة أكثر على أحلى البرنامج قعدوا فيه أربعة دقائق بالضبط ريم حبروني باش تدخل بعد شوي باش نختمه يعني تقريبا دقيقتين ماذا بيا كل واحد يختم بفكرة شنو المساج بتاعه في السؤال هذايا اليوم إصلاح قضاء ولا ضرب سلطة قضائية ما شنو ينجم ينتج على هالقرار هذا بتاع رئيس الجمهورية نختم بك أنت بعد سيد أحمد ديس خلينا نرجع لك أنت سي أن أس ثم ستارق ثم سيد أحمد باهي واحتراما للساده المشاهدين والتوقيت البرنامج معناها منيش باش نرجع اللي قالوا الاستاذ حركاتي واللي فيه كثير من المغالطات لا كان فما مغالطات نجم توضح كان فما مغالطات مهمه فقط. حتى للناس نحب نقول السيد العميد كان في جلسات ما توضحش معناها ثابته وموثقه بمحاضر جلسات ضد حل المجلس الاعلى للقضاء الان اصبح يسوق ولحل المجلس سي با فري سي با مين طلعت عليها محاضر جلسات لا خطير جدا بعد باش ترجع مين طلع عليها محاضر جلسات ويقولوا علاش هذا التغيير مش اداء افتراء هذا افتراء هذا افتراء باش ترجع لك كلمه تفضل سي ناس هما دقيقتين ما اذا كان ياخذ لي هما دقيقتين تفضل تفضل ميساج كان لازم نزيدوها حتى درجه ما نقول حكايه واضح سي انس تفضل لا لا الناس الكل يعرفوا شكون انس الحميد ويعرفوا مدى الناس مين اطلع على محاضر جلسات واضح عندك صفه باش تطلع شكون اعطاهم لك محاضر جلسات هذا كلام قالوا رئيس سربوهم لك وانا انقل على رئيس المجلس الاعلى للقضاء وانا السيد العميد لا رئيس المجلس رئيس المجلس الاعلى للقضاء ليس ليس أصدق ليس أصدق السيد عميد المحامين به واضح وصل وصل مساجك سي انس تفضل سي انس باش يكمل هو المداخله تاعو ثم نكمل باش نعلق انا باش الناس تعرف هو الفرز راهو مش كان في المواقف بين داعم استقلال القضاء والفرز حتى في المستوى نتاع التعاطي مع الاصلاح تفضل سي انس قلنا احنا الاصلاح لا يكون في الاوقات الاستثنائيه والاوقات في هذه الظروف احنا مع الاصلاح مع مقاومه الفساد مع معناها تنقيه المنظومه القضائيه من كل الشوائب اللي فيها مع تقويه القضاء ولكن الان نحن نذهب الى مسح كامل لهذه السلطه الى ارجاعها الى السلطه التنفيذيه والامثله اللي اعطاهم الاستاذ في بعض القضايا وفي تعاطي المجلس الاعلى للقضاء لو ذهبنا في نفس المنحة لمشي له رئيس الجمهورية فإننا سنشهد هذه المشاهد وهذه التعاملات يوميا عندك حل فما حل سي انس فما حل فما مقترح حل يكونوا بدائيين الى الملفات المدنيه الملفات الكبرى انت قلت الحل قبيك مش في الحل ما يقره رئيس الجمهوريه بعيد كل البعد على الاصلاح الاصلاح يكون هادئ ويكون شمولي كيفش؟ وتشاركي كيفش؟ وياخذ بجميع المقاربات و يفتح الملفات الحقيقية ويعطي أجوبة حقيقية تتقدم بينا ويتقوي القضاء مش ترجع إلى مربع السلطة التنفيذية كما كان قبل 2011 واضح سي انس هذه الكلمة اللي باش تختم بها يعني سي انس هذه الكلمة أنا اللي نختم به يقول للناس الكل تويك راهي معنية بالمسألة من المواطنين البسطاء من المتقاضين من وبصفة أكبر بتبقية الحال القضاة والمحامين وكل العائلة الحقوقية والأساتذة الجامعيين يجب أن نقف صفا واحدا من أجل حماية السلطة القضائية استقلالية السلطة القضائية والدفع نحو إصلاح حقيقي وجدي يأخذ بكل المقاربات المنطق القطاعي والمنطق المصلحي ومعناها استغلال هذه الفرصة لدفع رئيس الجمهورية نحو الاستئثار بالسلطة القضائية ثم لتسوية المسائل معه في حوارات ثنائية هذايا راهو جربناها قبل وقال إلى ثورات صار عليه الشعب التونسي والشعب التونسي لن يسمح بأن تعاد المنظومة القضائية البائدة القديمة مجددا بعد ما قام بحوته وبعد كل التغييرات اللي حصلت في تونس شكرا شكرا صامدون وسندافع في كل ما أوتينا من وسائل نضالية سلمية ولدينا يوم غد اجتماع عام بالقضاة وسنقرر
في أشكال التحركات في المدة القادمة. شكرا لك سنة حمدي على مداخلتك معنا رئيس جمعية القضاة التونسيين ستارق حركتي وستارق حركتي رئيس جمعية محامين الشبان. حبيت نذكر سي ناس بسيفته. لا هو تو خاطر باش لا لا خلينا نذكر لازم نعود لا 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 باش نذكر مش تواجه له لا 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 مش تواجه نقول له راه هو قال ناس تحب تتموقع وشفناها في 2011 هكا ولا الناس اللي يحكي عليها محبه تتموقع ويحكي على المحامين في 2011 ومراسيم والكلام هذا حبيت نذكروا الناس هذوكم هما اللي دافعوا على استقلال القضاء وقت اللي سي انس كان مع السلطه وهما الناس هذوكم المحامين هما اللي يعطوا مقر الهيئه الوطنيه للمحامين لجمعيه القضاة الشرعيه اللي انقلب عليها النظام السابق وعينوا جمعية أخرى أعطاهم مقر الهيئة الوطنية المحامين اللي يجتمعوا فيه وصدروا بيان وندوا بالانقلاب على الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين آنذاك. بالنسبة للحلول أنا في تقدير قبل الحلول سي أنس قال في جملة ما إن شاء الله أيه. نعودها تقريبا كما 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 هو قال قالك يعني اليوم فما بالنسبة لي عباد حد صلوا فما اليوم لو يعني كان كما يقولوا كان نسمع رواحنا خمسة سنين أخرين اللحظات هذوما اللي قاعدين نعيشوا أيه. فيهم مش حكاية معناتها منا ولا مع هذا ولا هذا هو شي يقول لك انفراد بالسلطة أي القضائية أي هذا لا هذا النجم يعني تفهموه يعني أنت معاه لا مش معاه لا وبالنسبة ليك مش ماشي في هذا راهو شوف احنا بالنسبة لنا نحن نداء للسيد رئيس الجمهورية احنا رانا ما نصطفوا مع حتى حد احنا قلت لك من اول كله خاطر موثق للتالي نحن نصطفوا مع مصلحة الشعب التونسي ومع خياراته نداء للسيد رئيس الجمهورية انه ينادي للسادة القضاة السادة عدول التنفيذ نحكي على الهياكل نتاعها السادة عدول الاشهاد اللي وقع اقصائهم في التركيبة نتاع المجلس الاعلى للقضاء السابق لانه زاد السادة عدول الاشهاد مهنة نبيلة عدالة الاشهاد وجزء من المنظومة القضائية والسادة المحامين والسادة الخبراء والسادة الاساتذة الجامعيين وكذلك يكون فما تمثيلية للمواطنين لانه هذا مجلس اعلى القضاء يتعلق بمرفق عام ما هوش مجلس أعلى للقضاة ولا مجلس أعلى للقضاة والمحامين والأساتذة القضاء يهم شأن يهم حتى المواطنين بالتالي كيما نشوفوا المجالس معناها فما مجالس في المحاكم كيما التجارية يكون فيها معناها فما تجار يجلسوا في الدائرة ويكونوا ممثلين لأنه الناس هذيك تمثل الشعب بالتالي المتقاضين يكونوا ممثلين على قلب مواطن ولا اثنين تكون حتى عضوية شرفية ربما نحكيه على مسألة الصلاحيات التصويت ما إلى ذلك تأديب القضاة والنقل والمسار المهني ذاك ربما عنده خصوصية معينة ذاك يتناقش بعد في حوار ولكن الناس يلزم نلموا أكثر ما يمكن من الناس ومن القطاعات اللي تنجم تكون فاعلة في المجلس الأعلى للقضاء وكذلك المواطنين بصفتهم متقاضين وبصفتهم هما أول ناس يهمهم شأن القضاء هذه الكلمة اللي باش تختم بها كيما ساتو خاطر وقبريكا باش نبدا متاكد خاطر عطيتكم الزوز كلمة أخرى باش تختموا وباش تقدموا حلول خاطر بعد نقولش لا أنا ما تكلمش لا واضح لا فما هذا المستمعين متفاعلين يقول لك لا كيفاش تقول له للزوز أنا حبيت خاطر كان تبعتونا ومركزين معنا من الأول للزوز خاطر قلت لهم راه باش تكون كلمة أخرى باش بعد ما يقولش لا في بالي باش ترجع لي الكلمة فهمت الكلمة الأخرى دونك هذا هو واضح ما نقول لك كيما قلت شكرا لك على حضورك معنا اليوم صباح أستاذ طارق حركتي رئيس جمعية المحامين الشبان سيد احمد ادريس كلمه اخرى لك مانيش باش نطول باش نبني على الايجابي اللي تذكر الان لانه الناس كل اليوم قدام مسؤوليتها التاريخيه ونخليو الخلافات الى جنب لانه اللي كان عملنا الخلافات اليوم فسوف نرتهن الاصلاح القضاء لعشرات السنوات القدام نحيو الخلافات اليوم ونستناو حتى تهدى النفوس ويقرر رئيس الجمهوريه انه يقبل بفكره التشاركيه ويعيط للناس الكل وعندها يتم اقتراح اصلاح القضاء بالطريقه اللي تقبلها الناس الكل. فيما عدا ذلك سوف يتم ارتهان اصلاح السلطه القضائيه، سوف يتم تحويل السلطه القضائيه الى مرفق في يد السلطه التنفيذيه، واذا تمكنت السلطه التنفيذيه من القضاء فسوف تستبد بحقوق الحريات للافراد دون ان يشعر المواطن بذلك. بالنسبه للمواطن قد لا يتغير شيء وانما يفيق وقتها فقط يصبح السلطه التنفيذيه تستبد به. ان شاء الله ما نوصلوش لهذا. شكرا لك سيد احمد دريس على حضورك معنا اليوم الصباح توت سويت باش نختموا معك انت ريم حمروني في كلمه وقص.